السوشيال ميديا قبل ما نطلع فاصل. يلا يا كابتن. مبسوط المرتاح في الحلقه ولا مش مرتاح؟ والله لا طب جميل الحمد لله. بيتر ده حبيبنا على تويتر، مساء الفل يا كابتن، مش سؤال بس رساله حب وتحيه لرامي على رسم صوره مثاليه لابن النادي اللي انا كمشجع احب اشوفها، بالتوفيق اللي جاي ربيعه وعايزين موسم عالمي زي اللي فات. اظن دي رساله تفرحك، بتديك الثقه، بتديك انك زي راي بيتر كده ليه الاحترام طبعا، بيديك الثقه ان انت تكمل على اللي هو شايفه. نعم، فبتكمل على ده عشان ادي له الثقه اكتر واخليه فرحان بالنادي بتاعه. جميل، شكرا بيتر. ما بعده سامح مش كده ولا سامح عوني. تحياتي لكابتن شوبير، بعد اذن حضرتك كابتن رامي. رامي رجوله، رامي رجوله دي طلعها ايمن الكاشف، رامي رجوله صح كده، جميل ايمن بيعرف يطلع القاب حلو. امبارح برضه بسأل حسين الشحات قال لي هو اللي طلع عليا النينجا. رامي رجوله عمل الموسم اللي فات والموسم ده حتى الان بشكل اكتر من رائع، نتمنى ان يستمر على ذلك ويبعد عنه الاصابات. برضه رساله اشاد حبيبي يا سامح، ادعي لي بس الاصابات تبعد عني اهم حاجه ان شاء الله. طيب اللي بعده سلمى، صح؟ سلمى سويلم سويلم. كابتن شوبير كل الشكر والتقدير لبرنامج حارس الاهلي النقل لبرامج الرياضيه في مكانه مختلفه، بشكرك. رامي ربيعه اصبح عندنا صخره جديده بعد اعتزال صخرتنا الكبيره. وائل جمعه اول ما تشوف اسم رامي في التشكيل اطمن على المباراه، محدش عايز ينقدك، محدش عايز يسالك، كل الناس حباك. بالعكس، ده جميل، انتقاد حاجه حلوه. بس جميل ربنا يدين ده. لا سلمى لا كتر خيرك، بس كابتن وائل جمعه في حته تانية طبعا. بطولات مع المنتخب وبطولات مع النادي وصخره فعلا. لا ما شاء الله عليه، انت صخره بسم الله ما شاء الله. اللي بعده طيب عاطف الصعيدي الاهلي العش، مساء الخير والسعاده عليك كابتن شوبير وعلى ضيفك المحترم الخلوق كابتن رامي ربيعه، صاحب 6 ألقاب دوري ابطال افريقيا ما شاء الله. لو جالك عقد ضيف عقدك الحالي مع الاهلي من الزمالك او بيراميدز، هتوافق ولا هتكمل مع الاهلي؟ انت لسه مجاوب على نفسك فوق يعني. يا عاطف يعني فوق، انت كاتب صاحب ال6 ألقاب، اروح لنادي انا اكتر واخد بطولات اكتر منه، او اروح لنادي مش عارف احقق فيه بطولات بطولات النادي الاهلي؟ مش حاجه تقل من الانديه الثانيه، بالعكس. ده بالعكس، احنا بنفرح كلعيبه لما نادي الزمالك يبقى فيه منافسه. نخسر ماتش، نكسب ماتش، الكوره بتبقى ليها طعم. دي حاجة حلوة عامة لما الزمالك ولاعيبته طبعا ليهم كل التقدير والاحترام، لما نخسر ماتش يبقى في حافز، يبقى يعني شفت انت لما خسرنا مثلا ماتش السوبر الافريقي ما فيش أي حاجة خالص، بالعكس انت بيبقى الناس كلها بقت مستنية نتيجة الماتش اللي بعده. صحيح، بقى في حماس بين الناس، بقى في حماس بين كنتوا محظوظين انه بعدها بكام يوم كان السوبر المصري. دي حقيقة، بقى في حماس، خلى الحماس عندكم، الحماس وعندنا وعندكم. قعدتوا مع بعض قلتوا ايه؟ أنا هروح لفاصل بعد الرسالة دي. قعدتوا مع بعض قلتوا ايه؟ أنت خسران من الزمالك من خمس أيام بالظبط، من 5 أيام وربنا سبحانه وتعالى بيدي لك الفرصة تاني، الفرصة تاني انك ترد اعتبارك. بالظبط، احنا قعدنا مع بعض ان احنا انت كنت نازل بثقه جامده قوي في ماتش الزمالك الاولاني، بثقه جامده. يعني انت واثق في نفسك ان انت برضو خارج الموسم حلو. وصلت لمرحله غرور؟ لا لا ما توصلش للغرور، لان ما فيش غرور خالص. بس احنا كنا بنتكلم ان احنا لازم نفوق نفسنا. دي رقم واحد، تفوق نفسك بمعنى انك كل واحد شايف اللي ليه واللي عليه يعمله في الملعب بس، مش دعوه زميله شايف ايه. زميله عايز ياخد قرار، ركز في نفسك. ركز في ادائك، مالكش دعوه بالخصم. بس المباراه دي هربت منكم بكل المقاييس، مباراه سوبر افريقيا. السوبر افريقيا هربت لان طبيعي، بس انت ربنا كرمك بجون وهم كانوا افضل في الملعب. يعني دي حاجه ما تتكسفش منها، بالعكس هم افضل. دي الكوره، الزمالك لعب افضل منك في الشوط الاولاني وماسك كوره اكتر منك، وانت بتحاول ربنا كرمك بجون. حافظت عليه على قد ما تقدر، طبيعي دخل فينا جون. المباراه بقى راحت ضربات جزاء، ضربات الجزاء دي بتبقى انت وبختك 50-50. يعني على حسب بقى، نفس اللي حصل في السوبر المصري، نفس اللي حصل في السوبر المصري برضو. بس احنا كنا افضل في السوبر المصري، نفس السيناريو للزمالك بقى لينا في السوبر المصري، ان هم احنا كنا افضل شويه، ضيعنا كذا هجمه، كان في افضليه شويه في المباراه. فانا شايف ان الحماس وان نادي الزمالك فايق، ده بيخلينا احنا مبسوطين برضو اكتر. في منافسه. قبل الفصل ادونا شويه اسئله من السوشيال ميديا والهاشتاج مع حارس الاهلي مع رامي ربيعه، تعال ناخد بعضا من الاسئله. الاهلي القمه، بالتوفيق في المباراه القادمه، بالتوفيق في القادم ان شاء الله، اتمنى الوصول الى المباراه النهائيه لكاس العالم للانديه رب العالمين. دي البطوله المفقوده في دولاب بطولات دي الاهلي، دي اللي ناقصه بصراحه. دي اللي ناقصه، شايف انه ممكن ولا صعب؟ والله ممكن يا كابتن، بتحصل ظروف سبحان الله. يعني السنه اللي فاتت انت كنت قريب منها جدا، ضيعت كتير قوي. ضيعت كتير قوي ماتش الريال، ماتش الريال وماتش اللي قابلين كان فيه اللي كانت كاس العالم اللي كان في السعوديه. نعم،
ضيعت كتير قوي. الماتش البرازيلي كان فرقه سهل. كان ما كان سهل، ما كانش بعيد. نسيت ايا كان. لكن ان شاء الله ضيعنا كتير قوي يا كابتن، ضيعنا كتير قوي. من احسن ماتشات لينا. بتبقى قريبه منك. الناس ما زعلتش، الناس كانت زعلانه عليكم ان انتوا ليه ما خدتوش. بتتضايق من كده طبعا، بتتضايق، عايز تحقق حاجه لنفسك. نعم. اللي بعد، ايهاب، احلى جون في تاريخك يا ربيعه؟ في احلى وفي اغلى. اغلى ده ماتش الترجي. الترجي، لان انا الجون الوحيد وانا كنت، كانت السادسه ليا بالنسبه لي، وانا اللي جبتها احساسي. انا اللي جبت الجون في الاخير. نعم. فانا مبسوط بيها. ده الاغلى. ده الاغلى. احسن جون بالنسبه لي كان في ماتش المقاولين العرب مع كابتن محمد يوسف. ايوه. كنت بلعب باك رايت، وكان بيلعبني باك رايت. وكنا نلعب دوري المجموعات المجاميع، وكنت لازم نكسب المباراه دي. ايوه. فكنت بقى ده اللي خدناه من سموحه في الاخر. بالظبط كده. نعم. خدت كوره من الجنب وقمت مرقص فيها واحد، وقمت لاعب 1 2 مع سيد حمدي، عملها بطريقه غريبه جدا. سيد حمدي كان لعيب جامد بكعب رجله، انا مش عارف عملها ازاي لغايه دلوقتي. لا لعيب جامد جدا. استلمتها وهي على الطاير، قمت حاططها في الجون. ده احلى جون. ده احسن جون كلاعب تمام. وانا بلعب باك رايت يعني. ناخد اللي بعد. كان نفسي كره لسه والله كنت هسالك، كان نفسي كره العين تيجي. كان هيبقى هدف عالمي ده الضابط حماده لسه، حتى واحنا داخلين الحلقه. بالظبط كده. لان انا كمان وانا بتفرج قلت كان نفسي الكره دي، لان كنا في الاستوديو هنا مع الكابتن محسن والكابتن هاني رمزي والكابتن اسامه حسني. قلت لهم كان هيبقى جون عالمي، لان انت شفت الحارس. شفت الحارس. ده مش كده؟ الحلو اللي فيها. وما توقعت يعني، انا في ساعتها قلت هلعبها واحده، انه ما يتوقعش ان حد يلعبها من هنا. صح. كله هيفكر ان انا هستلم او هسيبها او احجز عليها او ان انا فقلت العبها واحده تبقى جيدين جدا. بيلعب رجله حلوه يا كابتن. طب ناخد سؤالين وبعدين نطلع فاصل، عشان برضو عندنا مكالمات مهمه. يلا اللي بعده. بيبو الكيلاني ده برضو من الجمال على التويتر الحقيقه. تحياتي كابتن شوبير ديناصور الاعلام، وتحياتي، ربنا يبارك لك. ديناصور الاعلام ده اطلقوا على الاعلام الكبير استاذ محمد صلاح، وانا ليا الشرف في الحقيقه ما شاء الله بهذا اللقب يعني، كل التقدير من الجماهير يعني ومحبينا. تحياتي للكابتن رامي ربيعه. سؤال تجديد الدوافع لدى رامي ربيعه وتالقه الواضح للجميع، هل سببه انه كان في قرار بالرحيل على الاهلي؟ حلو السؤال ده. يعني انت كان عندك قرار انك تمشي من النادي الاهلي او تطلع اعاره وترجع تاني عادي مش مشيان يعني، لكنه فاهم قصدك. هل ده فعلا عمل دوافع؟ انا عارف ان انت طبيعتك كده، بس ده عمل دوافع. طبعا عمل دوافع، ان من واحد ماشي انا عايز اثبت نفسي وعايز اثبت وجودي وعايز اثبت اسمي. نعم. فلا كلامه صح بصراحه. كلامه صح يعني. ازاي اثرت الاصابه في مسيرتك؟ كنت لسه بتكلم مع حضرتك ان كتر الماتشات بقت عضلاتي مجهده، عضلاتي اقل مجهود بعمله بتمزق، اقل مجهود بعمله بيجي لي اصابه، لان خلاص بقى جسمي وانا صغير في السن ومحتاج احافظ عليه، ما بقتش محافظ عليه، بقى بلعب كتير. حلمك توصل لفين مع الاهلي؟ لا بعيده كابتن، مع الاهلي ما بفكرش في حاجه غير ان كل بطوله لازم اخدها، اخش اخدها، ما خدتهاش يبقى بتديني دافع للي بعدها. للي بعدها. ده حلم مع الاهلي، لان انت بتدخل بطولات كتير قوي مع النادي الاهلي. السهره مستمره مع نجم